فعالية يوم العيد الفنون الشعبية واللي تقدمها دائرة الثقافة والسياحة، والغرض منها الاحتفاء بالفنون الشعبية على اختلاف نطاقها الجغرافي المحلي وأيضا على مستوى الخليج. نستضيف هذا العام مملكة البحرين وسلطنة عمان، ويسعدنا أيضا أن نقدم هذه الفنون لبناء جسور التواصل الثقافي وحفظ هذا التراث. الفعالية تستمر من تاريخ 22 ديسمبر حتى 24 من ديسمبر في متحف قصر العين وواحة العين. يسعدنا أن يأتينا الجمهور ويتعرف على هذه الفنون عن قرب، وأن يكون هناك تواصل لجمعيات الفنون الشعبية فيما بينها في هذه الفعالية. الفعالية تستمر لثلاثة أيام من 4 عصرا وحتى 11 ليلا.